أكدت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية أن مشروع صناع المستقبل 8 يستهدف الشباب الكويتي حديثي التخرج من مختلف التخصصات الفنية والإدارية بهدف تدريبهم وتأهيلهم للعمل في المصانع الكويتية المختلفة. وقالت في فعاليات اللقاء التنويري للمشروع الذي ينظمه الاتحاد مع الهيئة العامة للقوى العاملة بحضور 400 شاب وشابة من الخريجين إن التأهيل يتم وفقاً لضوابط مؤكدة توفير 25 فرصة وظيفية بتخصصات مختلفة في عدد من المصانع الأعضاء بالاتحاد في الوقت الراهن. أعلنت جمعية العلاقات العامة الكويتية عن إطلاق جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم للعام الدراسي 2019-2020 سعياً للتطوير التكنولوجي والارتقاء بمستوى الإنتاج الإلكتروني في التعليم وخلق بيئة تعليمية تفاعلية بين المعلمين والطلبة. وقال أمين سر الجمعية محمد الياسين لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن الجائزة التي تعد الأولى من نوعها في الكويت جاءت ضمن توصية مؤتمر تكنولوجيا التعليم الأول والذي نظمته الجمعية في فبراير الماضي، وتم إطلاقها مواكبة لانطلاقة العام الدراسي.